السلام عليكم. وضوح النظارة 1440x1280، 5 كاميرات تعقب، 80 هيرز، والكيبل تقريبا 5 أمتار. وهذا ميني ديسبلاي بورت لللابتوب. وهذه يد الـ VR، خفيفة وملمسها جميل. النظارة يجي مع كيبلين USB و Display Port. إذا للـ PC أمورك تمام، ولكن لللابتوب لازم يكون في مدخل ميني Display Port والقطعة تكون موجودة. وهذا شكل النظارة. صراحة جدا جميل، وأحسن شيء أنه تضبط الجميع الأحجام. وبكذا خلصنا من محتويات صندوق الـ VR. باقي تحميل البرنامج ومقتطفات بسيطة من اللعب. عشان تحمل البرنامج تفتح أي متصفح، تكتب oculus.com/setup، أو بخلي لكم الرابط بالوصف. تختار اسم النظارة، تضغط داونلود، أول ما يخلص تفتح الملف، تضغط يس، للأسف ما في لغة عربية، تضغط get started على طول. بعدين اقري للشروط والاحكام وشي زي كذا. بعدها تضغط انستول، تنتظر لين ما يخلص تحميل. بعد ما يخلص تضغط نيكست، تنتظر ثواني وراح يفتح البرنامج. طبعا لازم يكون عندك حساب فيسبوك، سويت حساب على السريع، تضغط continue with فيسبوك، راح يفتح لك على حسابك، تضغط متابعة. بعدين تحت continue يقول بفتح البرنامج، تضغط فتح. بعدين continue as a new Oculus user، تختار يوزر نيم بعدها ايميل، تضغط كونتينيو. بعدها تختار الملف اللي تبتحفظ فيه البيانات، تضغط كونتينيو. تختار النظارة، تأكد من الكيبلات موصلة. بعدين اذا نزل تحديث راح يحمل التحديث. بعد ما يخلص تضغط كونتينيو. اذا حسسات ما هي شغالة تفصل السلك وتركبه من جديد ويضبط معك. بعدها تضغط كونتينيو. بعد تضغط كونتينيو، هنا يطلع لك مقطع طويل، سكب له. بعدها يعطيك تعليمات غريبة، بعد سكب له. هنا يقول نظف مكان أو سو مكان جميل عشان تلعب. بعد ما تزين المكان تلبس النظارة واليدين على طول، راح يحولك على المكان الجميل هذا. في شيء جميل باليدين، انه لو لمست زر واحد راح يحرك احد الاصابع. والشيء الجميل الثاني انه اذا ضغطت الزر شوي شوي راح تسكر اليد شوي شوي، مثل الموجود بالمقطع. وهذه لقطات بسيطة من التعليمات. لا تنسوا اللايك إذا أعجبكم المقطع، والسلام عليكم.